منطقتي في مشروع أليسا اللي صار له 20 سنة واقف، وفي ناس انحرمت من أراضيها وأملاكها، وفي ناس اليوم عم تقدر تدفع صوتة مدرسها وجامعاتها لأنه هالمشروع هذا واقف صار له 20 سنة، بتأمل نقدر نشتغل عليه. في مشروع فتح بعض من الطرقات لتخفف من الاحتقان الموجود بقلب الضاحية الجنوبية. وبعدين عندي هم أساسي بيرجع لشغلي بموضوع المستشفى، مستشفى بعبدا ومستشفى بيروت الحكومي، توسيعهم، تأهيلهم، تطويرهم، تحسين إدارتهم ليقدروا يستوعبوا الناس.